هل ترغبي أن تكوني مدربة معتمدة في اللياقة البدنية؟ فرصة لا تفوتك! لأول مرة بمنطقة الحدود الشمالية تعلن جمعية لياقة الرياضية عن أقوى البرامج التأهيلية التي تؤهل فتيات منطقة الحدود الشمالية للعمل بالمجال الرياضي من خلال مشروع تمكن ولياقة، برنامج إعداد المدربة الشخصية المعتمدة في اللياقة البدنية ممنوح من برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي. شهادات معتمدة محلياً وعالمياً ومن أقوى 5 شهادات بالعالم. تدريب مع مدربات محترفات بخبرة 19 سنة في المجال الرياضي. ترقبوا قريباً الإعلان عن بدء التسجيل.